مساء هذا اليوم كان هناك معلومات عن الإفراج عن أسير من سجون الاحتلال، وكانت المعلومات تشير بأنه سيكون هناك عرضا عسكريا مخالفا للنظام القانوني، وكان هناك مناشدة من كل الأهالي في قباطيا بضرورة وضع حد لحالات إطلاق النار العبثية. توجهت القوة الأمنية إلى قباطيا، ومجرد وصولها إلى هناك انهال عليها سيل من الحجارة، وكان هناك إطلاق النار من قبل المسلحين، مما اضطر الأمن بالرد بالغاز المسيل للدموع، وكان هناك إطلاق نار من الأمن الفلسطيني في الهواء. المؤشرات التي متوفرة لدينا تؤكد بأن حالة إطلاق النار من المسلحين هي التي أثارت الرعب، وهي التي أدت إلى الفوضى التي حدثت في قباطيا. هناك 3 إصابات من العساكر بشكل مباشر بالحجارة في الرأس، وأكثر من 15 رجل أمن أصيبوا بالحجارة في الأقدام. هناك 2 من المواطنين في بالرصاص نقلوا إلى المستشفى ويعالجوا، ونحن نتابع علاجهم وجاهزون للتعامل مع أي مستشفى وتوفير التحويلة لأي مستشفى من أجل حمايتهم وتوفير السلامة لهم بالعلاج. نتمنى على وسائل الإعلام أن لا تتعامل مع أي خبر مغرض من هنا أو هناك، وعليهم توخي الدقة والحذر واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية.